اتهمت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات السورية بجني أرباح جراء عمليات الإخفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في البلاد عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثا عن أفرادها، وصنفت تلك الممارسات بأنها جرائم ضد الإنسانية. وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته بشأن الإخفاء القسري في سوريا إلى بروز سوق سوداء من الخداع والحيل على هامش هذه الممارسات، تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل المال. وينقل التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها تعرض ما لا يقل عن 65 ألف شخص للإخفاء القسري منذ عام 2011، بينهم نحو 58 ألف مدني. وقالت المنظمة إن المحتجزين تعرضوا للتعذيب بالكهرباء والحرق والاغتصاب وبوسائل أخرى. للحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذ فضل. يعني أستاذ فضل، موضوع الإخفاء القسري ليس جديدا على نظام الأسد، لكن ما أهمية أن تقوم منظمة كمنظمة العفو الدولية بإصدار مثل هذا البيان؟ هو ليس بيان، هي عبارة عن دراسة. وفي الحقيقة يعني عملنا مع المنظمة على إصدار هذا التقرير منذ عدة أشهر، وحتى الآن يعني ما زال كان العمل مستمر من أجل التواصل مع العائلات من مختلف أنواعها. وركز التقرير على حالات بارزة مثل الأطباء ومثل الإعلاميين والنشطاء وغير ذلك. وبالتالي تكمن أهمية التقرير لأن منظمة كبيرة مثل منظمة العفو الدولية تغطي دول مختلفة من العالم، يعطيها مصداقية عالية جدا، لأنها يعني منظمة حيادية عندما تتكلم، أو يعني موضوعية خلينا نقول بشكل أكبر. نحن يعني عندما نصدر دراسة كمنظمة سورية وطنية محلية هذا يعني يعطي أثر، لكن عندما تصدر منظمة دولية هي ليس العاملين فيها سوريين، وبالتالي هذا يعطيها للموضوع صبغة دولية لأنها تنشر على مستوى بشكل أكبر، وأيضا يعطي مستوى من الصدمة بشكل أكبر لأن العاملين ليسوا مضطرين إلى يعني لا يمكن لأحد بسهولة أن يتهمهم أنهم منحازين لهذا الطرف أو لهذا الطرف، هم يشخصون الواقع بشكل حيادي، من الصعب اتهامهم. طيب، أنتم كشبكة سورية لحقوق الإنسان، وبعد أن قمتم بهذا يعني التقرير وهذه الأرقام الكبيرة، هل تقومون بعملية توثيق لأسماء المستفيدين من هذه العمليات، من الضباط الفاسدين ومن أعضاء النظام الفاسدين الذين يقومون بعملية الابتزاز هذه؟ نعم بالطبع، يعني نحن أصدرنا دراسة سابقة في 2012 عن قادة الأفرع الأجهزة الأمنية كلها في كل سوريا، هم المستفيدين بشكل أكبر الضباط الرئيسيين. وتحدثنا في التقرير السابق الذي من 3 أشهر السابق على تقرير زملائنا في منظمة العفو عن شبكة علاقات مافيا هي تقوم فقط بهذا الفعل، وهو مجرد إعطاء معلومة يدفع ملايين الليرات السورية، ليس إخراجه من المعتقل. في بعض الأحيان وجدنا أن حتى المعلومة تكون كاذبة، وأيضا وجدنا أن يعني ثم يعني وجدنا أن النظام يعني على علم بهذه شبكة المافيات لكن يتركها. لماذا؟ لأنه هو مستفيد، لديه أعضاء مستمرين يعملون لديه لخدمة أجنته في البقاء في السلطة بدون أن يدفع لهم رواتب، وهم ينفذون ماكينة من عمليات الإخفاء القسري بشكل كبير جدا، فهو راضي عن هذا الفعل لأنه يخدمه في إرهاب المجتمع وتركيعه. طيب الآن بعد أن صدر هذا التقرير عن منظمة العفو الدولية، هل ستقومون بالمباشرة ب يعني رفع قضايا على أسماء معينة تستغل مثل هذه الظروف في سوريا، أو محاولة محاكمتهم في محاكم دولية؟ الآن المحاكمة هي أمر غير متاح لأنه لا يوجد محكمة دولية هي تقبل مثل المحكمة الجنائية الدولية، هي مختصة فيما يحصل في سوريا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن لا يمكن الإحالة إليها لأن سوريا غير مصادقة على ميثاق روما الأساسي اللي هو المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ولابد الإحالة أن تتم عبر مجلس الأمن، ولكن روسيا تعرقل ذلك. لكن لاحقا لابد أن يكون هناك محاكمة، هذا أمر قطعي. ولكن الآن يتم تجهيز
تجهيز الملفات بشكل كامل. وجريمة الاختفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تسقط، نعم ويعني أغلب هؤلاء الضباط الذين يمارسونها وحتى الساكت عنها هو متورط، وذلك بحسب مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني، يتم مجرجرته إلى المحاكمة واتهامه بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق المجتمع السوري. طيب سيد فضل، يعني بعيدا عن هذا الجانب، هل هناك طريقة قمتم بنصح العائلات فيها؟ يعني بإمكان العائلات اللجوء إلى طريقة أخرى غير الرضوخ لمطالب الضباط الفاسدين، لمعرفة أي معلومة عن أقربائهم؟ في الحقيقة الأمر هو في غاية الصعوبة، ونحن أسمينا التقرير السابق بالعذاب المستمر، العذاب المستمر لأنه يعني تحتاج الأم أن تطمئن على حالة ابنها، هل هو عايش أو ميت؟ وبالتالي هذا حالة القلق الذي يدفعها إلى صرف كل ما لديها، أيضا الزوجة، لأنه لماذا هو جريمة الاختفاء؟ هي من أقصى إن لم تكن الأقصى على الإطلاق، لأن لا تتعلق فقط في الضحية نفسه، نعم تتعلق في أقربائه، زوجته لا تستطيع الزواج، أبناؤه لا يستطيعون، ورثته هم لا بالإضافة إلى عمليات القلق المستمر، لهذا النظام هو يتعمد ذلك، يتعمد هذه الجريمة، ويقوم بتوسيع حتى من أجل تركيع وإرهاب المجتمع. وبالتالي يعني يلجأ الآباء والعوائل اللي في اي سبيل لطمئنة ابنائهم، هم يلجؤون في العاده قبل ان يذهبوا الى الضباط الى اساليب اخرى مثل سؤال الذين خرجوا من الاعتقال، نعم احيانا يتوجهوا الينا بالسؤال، ونحن لدينا محرك بحث يعني نقوم بتحديثه بشكل يومي للحالات التي تردنا من معتقلين سابقين، من الممكن ايضا اللجوء اليه ومعرفه مصير المعتقلين، ايضا الضحايا الذين يخرجون بسبب التعذيب موتى، هؤلاء يعني يموتون بشكل النظام يقتل 3 أو 4 أشخاص بسبب التعذيب يوميا، وبالتالي الجريمة هي متعددة لأن المختفي قسريا هو أيضا يتعرض إلى التعذيب، وبالتالي نحن نقول العائلات لا تلجأ مباشرة إلى الضباط، ربما تتواصل مع المنظمات المحلية أو مع الشبكة السورية وما إلى ذلك، نعم ونحن إذا كان لدينا معلومة بالتأكيد سنوفرها. عبر سكايب من الدوحة الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أشكرك شكرا جزيلا.